تغيير كبير يعني بالنسبة للتشكيلتين ما عدا مترف كما قلت. هل تعتقد سيد يونس افتيسان أن يحيى الشريف سيغطي مكان مترف بهذه التشكيلة التي اختارها كيكا لتكون اليوم في مواجهة الاتحاد بجميل يحيى الشوط بصغير بالعيد بشيري غازي قاسم يحيى الشريف جاليت ياشير بوغاش، يعني هل سيغطي المكان ويقوم بالدور الذي كان يقوم به مترف الغائب اليوم؟ لا ممكن يحيى الشريف راح يلعب متقدم على اللاعب غازي. نعم ونشوفوا زوج لاعبين في ارتكاز. تمام اللاعب يحيى الشريف هو اللي راح يكون ترشيط الهجوم، لما الكره يضيع الكره راح يولوا بثلاث لاعبين في وسط الميدان. الشيء الايجابي عند مولوديه الجزائر الظاهرين لما يكسبوا الكره راح يولوا مهاجمين، صار دي لا ريكونفيرسيون من الدفاع الى الهجوم. نعم. شيء ايجابي عند مولوديه الجزائر. اتحاد العاصمه على الظهير الايمن والظهير الايسر، مثل بن موسى اللي يكون على الظهير الايسر واللاعب فرحات اللي يكون على الظهير الايمن، لما يسترجعوا الكره هذوك اللاعبين راحوا يكونوا يجيبوا الاضافه، خاصه الاضافه للهجوم باش يكونوا اكثر في وسط الميدان وفي الدفاع في الهجوم عفوا. تماما سيدي افتسان، هل انت موافق مع البعض المحللين الذين يقولون بان الاتحاد ايضا اصبح يلعب على الكره الثابته كسلاح قوي وفتاك بالنسبه للاتحاد الجزائر؟ نعرفوا بلي عده مدربين اليوم يعملوا في التدريب على الكرات الثابته، والكرات الثابته تسمح لك تفتح مباراه. نعم. مباراه لما يكونوا اللاعبين محضرين كما باغي على الكرات الثابته، الكره الثابته تفتح لك مباراه وتفتح لك شهيه في التسجيل. دائما ايضا السيد يونس افتسان نقول بان الناحيه المعنويه النفسيه مهمه جدا لمثل هذه المباريات المثيره التي تحتاج الى عقليه كبيره وذهنيه يعني صلبه وقوية من اجل خوض هذه مثل هذه المباريات، اليس كذلك؟ جمال كنا تكلمنا على التركيز. نعم. على التركيز على الجانب الذهني. هذه مباراة اللي راح تلعب نقول انايا على الجانب الذهني، خاصة قبل المباراة اللي وفي المباراة اللاعب لازم يكون مركز في الثلاث خطوط، في الدفاع يكون مركز، اخطاء ممنوعة في الدفاع، مركز في وسط. نعم. الميدان ما يديرش الاخطاء، وخاصة المهاجمين لما يتيحوا لهم فرص هذوك لازم ما يضيعوش الفرص باش يربحوا ثقة الجمهور اللي راهو يساند في كل فريق ديالو من جهة اتحاد العاصمة او مولودية الجزائر. معنى انت تتفق تماما مع التصريح الذي قاله المدرب ألان جيجار، صرح وقال باني طلبت من اللاعبين من العناصر الفريق من التشكيلة او من اللاعبين ان نبدا بالتسجيل، يعني المولودية عليها ان تبدا بتسجيل الوصول الى شباك الاتحاد. هذه مباراة مفتوحة، كل فريق لما يسترجع الكرة يحوس يمشي للهجوم، هذه مباراة تطلب